يتناول لحوم الحيوانات التي يصطادها بنفسه فقط، يسافر دون ركوب الطائرة، يساعد في إعادة الأرض القاحلة الصناعية إلى طبيعتها. هذه ليست سوى بعض الخطوات التي يتخذها رجل الأعمال الألماني ديرك غراتسيل لمحو ذنوبه الكربونية بالكامل في غضون 30 عاماً القادمة. فكرت أن أسوأ ما قد أتركه لأولادي هو القمامة والانبعاثات. غراتسيل ينفق الكثير من المال لمنع حصول ذلك، فهل رهانه البيئي في محله؟ ديرك غراتسيل صياد بدافع الشغف والقناعة، إنه مسؤول عن رقعة الغابة هذه، لذا يسمح له بالصيد هنا. هذا هو مصدر اللحوم الوحيد له ولعائلته. إيميل هنا. البصمة البيئية للخنزير البري الذي أصطاده تكاد تكون معدومة. استخدام شيء موجود في الطبيعة دون جعله يتكاثر كما تفعل مزارع إنتاج اللحوم هو في نظري الشكل الأكثر بيئية على الإطلاق. غراتسيل يعرف مقدار الضرر الضئيل الذي يسببه الصيد على البيئة، لأنه تم حساب بصمته البيئية قبل 5 سنوات من قبل علماء في جامعة في برلين. في بقعة الصيد هذه بدأ مشروعه بتحليل التأثيرات على البيئة. جلست هنا مساء يوم جمعة في فصل الخريف أتساءل ما هي علاقتي بالطبيعة؟ وبهذا الخلق؟ الجواب الذي كان يحضرني باستمرار هو أنني أحد أسباب تأذي الطبيعة وتلفها. يقول غراتسيل إنه ألحق في السابق أضراراً جسيمة بالبيئة. في حياته السابقة كرائد أعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات كان يسافر كثيراً ويشتري ويأكل كل ما يشتهيه، وسيارته المفضلة كانت بورش قديمة. كنت أقود سيارات كبيرة بمحركات قوية جدا، وقد استمتعت بذلك حقا. في وقت لاحق اشتريت سيارة بورش قديمة تحقيقا لحلم الطفولة، وكنت أقودها لساعات طويلة فقط بهدف قيادتها. هذا أمر لم يعد بإمكاني تخيل نفسي أفعله اليوم. قرر تغيير حياته جذرياً في 3 مجالات رئيسية هي التنقل والطاقة والغذاء. لم يعد يستخدم الطائرة للسفر وقلل من استخدامه للسيارة. لقد خفض استهلاكه من الماء والكهرباء إلى النصف وأصبح نظامه الغذائي نباتياً بشكل أساسي. هذا جعله أقرب إلى تحقيق الحياد الكربوني، لكنه أراد أن يعرف بالضبط مدى اقترابه من تحقيق ذلك. قام باحتساب كل ما فعله وما يمتلكه من سيارته إلى مشابك الورق، عملية استغرقت 3 أشهر. ماذا آكل؟ ماذا أشرب؟ إلى أين أذهب؟ كان أسوأ شيء عندما اضطررت إلى توثيق جميع ممتلكاتي المادية. كان علي توثيق كل غرض في منزلي في جدول بيانات ضخم، كل ما أملكه، هذا الكمبيوتر وهذا الهاتف الجوال وكل شيء، إضافة إلى تفاصيل حول نوعه وكيفية تصنيعه ومدة استخدامه وماذا سأفعل به بعد الانتهاء من استخدامه. يشتري الفرد هاتفا ذكيا جديدا كل 2 تقريبا، غالبا ما تأتي المواد الخام من أمريكا الجنوبية وإفريقيا، ويتم شحنها إلى الصين حيث يتم تجميع الهواتف ليتم شحنها إلى المتاجر. وجد أنه يملك 16,000 شيء، كان ذلك كافيا لجعله يريد تغيير حياته ونمط استهلاكه الطائش. استطعت خفض بصمة الكربون الخاصة بي في فئات مختلفة بنسبة 70، 60، أو 60، أو 80%. لكن الأمر لا يتعلق فقط بعيش حياة ذات تأثير بيئي منخفض من الآن فصاعداً، ولكن أيضاً بالتعويض عن الأضرار القديمة. كان غراتسيل يتسبب سنوياً في أكثر من ضعف الانبعاثات الكربونية لشخص عادي في ألمانيا، وحالياً يتسبب في 6 إلى 7 أطنان، ومع ذلك يبلغ المتوسط في الهند أو البرازيل أقل من 2 طن في العام. ما زلت بعيداً جداً عما ينبغي أن تكون عليه فاتورة البيئية، وهذا يظهر حجم التحديات التي نواجهها. يلتقي غراتسيل بابنه فيليكس في أحد الأسواق. على الرغم من أنه لا يرى نفسه محارماً بيئياً مثالياً، إلا أنه يحاول شراء الأطعمة العضوية بشكل أساسي. من أين التفاح؟
من منطقة قريبة، لكن علي التحقق من ذلك. التفاح من هولندا، هل سيثنيه ذلك عن شرائه؟ نحن أقرب إلى هولندا من نهر الراين السفلي، لذلك أعتقد أن هذا لا بأس به. والفاكهة أو الخضروات المحلية المنتجة تقليدياً لها تأثير أسوأ من المنتجات العضوية الآتية من أماكن بعيدة. حان وقت الغداء مع العائلة. ديرك غراتسيل متزوج ولديه 5 أبناء. من حسن حظنا أن والدي لا يحاول التدخل فيما نأكله، لذا فالأمر سهل جدا بالنسبة لنا. بالطبع نسمع منه عن أشياء مثيرة للاهتمام، نستمع إلى ما يخبرنا به وما يعمل عليه. من الطبيعي أن يغير ذلك أيضا مقاربتنا للغذاء والتسوق بشكل إيجابي، كما أنني من جيل الشباب الذي يهتم أكثر بالاستدامة والمناخ بشكل عام، لذلك كنت مهتما بذلك منذ البداية. تعلمت منكم أكثر مما تعلمتم مني. هل تتوق أحياناً إلى الحياة القديمة البسيطة مع كل تلك التسهيلات؟ لا، على الإطلاق لا أظن أن حياتي فقدت شيئاً من الراحة أو الجودة بسبب هذه التغييرات، لا بل كسبت الكثير. فعندما أخرج لشراء بعض المواد الغذائية فأنا أفعل هذا بوعي مختلف تماماً، وهذا إيجابي، إذ لم أعد أضع أي شيء تلقائياً في عربة التسوق، بل أدقق فعلاً فيما أفعله، فأنا أعلم بالتكلفة البيئية لأي منتج، وهذا إثراء للحياة. زوجته هايكي تنتظره في المنزل. مرحبا نيلي، أرى أن عضلاتك تكبر. ابنهما نيلس جاء أيضا. ميزانية أبنائه أقل بكثير، رغم أنهم أيضا يشترون مواد غذائية عضوية، فكيف يفعلون ذلك؟ كنت أنفق أكثر على الاستهلاك وأشتري أشياء أكثر وأرميها، وكنت أستهلك مواد غذائية أكثر لأنني كنت أيضاً أشتري أحياناً بشكل سيء، لذا أصبحت حياتي اقتصادياً أرخص من خلال التغيير إلى مزيد من الاستدامة. واليوم سيطبخون معاً طعاماً نباتياً. سابقاً كنت غالباً أنا من يطبخ. كنت آكل اللحوم، وكان ديرك يطبخ في عيد الميلاد. جميعنا نأكل اللحوم، خاصة فيليب وفيليكس وأنا، وغالباً ما كنا أيام الأحد نعد لحماً مشوياً. كذلك خلال الأسبوع كنا نأكل لحماً باستمرار، لكن لحم الصيد أفضل مما كنا نأكله سابقاً، إنه أفضل من لحم الأبقار والدجاج. حتى لكلب الصيد يقدم غراتسي لحم الصيد الذي يصطاده بنفسه، ومع ذلك لا تكفي كل هذه التغييرات لتسديد ديونه البيئية. فوفقا لحساباته البيئية الشخصية هو مدين بقرابة 300,000 يورو. لذا اشترى غراتسي قطعة أرض صناعية في منطقة حوض الرور، ويعتزم إعادتها إلى الطبيعة من خلال عزل ثاني أكسيد الكربون الذي كان غراتسيل مسؤولاً عنه في حياته من قبل. لذلك استثمر 300,000 يورو وأكثر. هنا لن يفعل الكثير بعد الآن، فهنا كانت حاويات المكاتب المؤقتة، وبالطبع سيتم إزالة أكوام الأنقاض المختلفة. أوشكت أعمال الهدم على نهايتها، والآن تجرى آخر أعمال التنظيف بمعدات ثقيلة. على مساحة 10,000 هكتار توجد غابة وبعض البرك الصغيرة، لكن الجزء الأكبر منها لا يزال بوراً، وهذا ما يجب تغييره مستقبلاً. الفكرة هي أن تحيط الغابة بالأرض كما ترونها الآن أيضاً، ولكن سيتم الحفاظ على المناطق المركزية بأكملها كمناطق طبيعية مفتوحة قدر الإمكان، أي أنه عندما يمر عبرها أحدهم سيرى الفراشات ويسمع صرير الجراد ويرى اليعاسيب تتنقل هنا، وإذا حلفنا الحظ فستستوطن هنا عصافير لتصدع، ومساء سيسمع نقيق الضفادع، ثم نشرب البيرة استمتاعاً بذلك ونشوي اللحم في الصيف. رؤية شاعرية، لكن شراء منجم من أجل التكفير عن الخطايا البيئية أمر لا يستطيع فعله إلا شخص ثري.
أعتقد أن هذا سيكون أفضل من محاولة بناء مجمع لسيارات بورشة. الجميع سيستفيدون من ذلك، وبعد وفاتي سيواصل الناس تنزههم هنا، وسأكون راضياً وأنا على فراش الموت أنني لم أسهم في الانبعاثات والاستهلاك، بل وربما تمكنت من إعادة بعض الشيء للطبيعة. ولد غراتسيل ونشأ في منطقة حوض الرور المعروفة بمناجم الفحم وليس بحماية الطبيعة، وهنا أسس شركته هايمات إيربا لتقديم مثال يحتذى به لشركات أخرى في التكفير عن ذنوبها البيئية، ومن زبائنه سلسلة متاجر عطارة كبيرة. لو أنني أنتجت الآن مزيلاً للعرق كهذا، فسيكون لهذا الإنتاج بالطبع تأثير على البيئة. يقوم زبائننا بإعداد ميزانية بيئية أو مبلغ مالي لهذا المنتج، فتستثمر هايمات إيربي هذا المبلغ بالتحديد في التطوير البيئي لقطعة أرض حالتها سيئة. وفيما يقول المنتقدون إن الشركات لطالما كانت تريد الحصول على ضمير أخضر كهذا، يقول غراتسيل إن مشاريعه تحسب بدقة متناهية وإن آثارها مثبتة. المعيار الذي نعمل وفقا له تم تحديده في جامعة برلين التقنية، ولم يكن من أفكارنا نحن. نسعى في عملنا لضمان دعم العلم بأقصى قدر ممكن وأن يكون متاحا للجميع. يطالب حماة البيئة الشركات بتحمل مسؤولية أكبر عن الضرر الذي تسببه، وهذا ما فعله غراتسيل لفترة طويلة من حياته، ويكون سعيدا كل مرة بالنتائج. والجميل كان لدينا العام الماضي هنا مكان عشب المراعي، لا شيء ولا جرادة واحدة. قطعنا شوطا طويلا، ومن الرائع أن نرى مدى سرعة تعافي الطبيعة عندما نفسح لها المجال بعض الشيء. لكن الأمر سيستغرق نحو 30 عاما حتى تظهر الآثار البيئية لمشروعه، وحتى ذلك الحين يعتزم غراتسيل تطوير مشروعه لجعل الآخرين أكثر رفقا بالبيئة. الأمر بأكمله مغامرة كبيرة ستشغلني في السنوات والعقود المقبلة، فحتى تظهر بصمة البيئية يحتاج الأمر بعض الوقت. لدي بعض الخطط الضخمة لشركات كثيرة، ولدي موظفون أكفاء، فما نقوم به يحظى باستحسان كبير، وبدأ كثيرون بالاهتمام بمواضيع الاستدامة، أي أنني سأنشغل في الثلث الأخير من حياتي ببعض المشاريع.